السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المرة نحييكم من الأرض. الحمد لله رجعنا بالسلامة، سعيد بالعودة إلى الأرض وسعيد كذلك بالتفاعل اللي لمسته من الجميع. الحمد لله مهمتنا أنجزت ولا زال عندنا الكثير لنعطيه في هذا المجال، ودائما حما نقول أن مهمتنا هذه جزء بسيط من منظومة كاملة. ربما نحن كنا في الواجهة، ولكن في ناس حقيقة عملوا خلف الكواليس لأشهر طويلة لإنجاح هذه المهمة. الحمد لله الله وفقنا وكملنا المهمة هاي على خير. أمانة قد لا تسعفني الكلمات لشكركم وشكر كل من عمل على إنجاح هذه المهمة، بداية من القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأهل، الأصدقاء، جميع العاملين تحت مركز محمد بن راشد للفضاء لإنجاح هذه المهمة وجعلها حقيقة.